أكلم حضرتك النهاردة عن القلب والرئة، ده موضوع خطير جدا. والله الرئة دي مهمة جدا، وإحنا في أحداث كورونا العاصفة. لو التدخين العاصفة لا التدخين بقى يعني نزل درجة شوية، أجله شوية. كورونا بتخش تهبش يعني أجهزة كتير في الجسم وعلى رأسها القلب والرئة. موضوع مهم جدا جدا جدا. يعني ليه بقى؟ هما وان يونت، يعني في ناس بتفصلهم، افصلهم عند الجزار. لما نكد اشتري قلب واشتري فشه. انما هم في الجسم وان يونت، وحده واحده. ولا يقال في هذه الوحده والله غير سبحان الله. سبحان الله، حضرتك لو عرفت ازاي ده شغال وده شغال لا تقول الا سبحان الله. اولا كل حاجه مهمه ربنا حماها. حتى لا يعني غطى حتى المخ عمل له جمجمة. جمجمة جامدة، يعني تخيل لو ده لحم وخدت طوبة بلاش ماتش كورة وهد زي اللي بيخبطوا بعض، كان ما ينفعش خالص. فحطه جنب القلب عمل له قفص صدري. قفص يحميه، حتى الناس مسمينه قفص. قفص صدري يحميه. الرحم في الحوض برضه محمي، محمي جدا جدا، عشان العيل في الأول قبل ما يطلع بره لسه صغير أي حاجة تنزله. فسبحانك الله يا رب، بلاش أبسط حاجة. أهم شريانين في الجسم، أهم شريانين في الجسم اللي بيغذوا المخ، لو ربنا سابهم كده كانت هتبقى مشكلة كبيرة. مشاهم جوه الفقرات، محميين تمام، ده حماية غير عادية. أي نعم لها سلبية إن لو الفقرات أصيبت بتأثر عليهم، بس هم العمر كله محمي. يعني اللي يجيله ديسك في رقبته ممكن جدا جدا يأثر على كمية الدم اللي راح المخ، بس ده يعني نادر جدا. ده مرض بقى حاجة تانية، مرض حاجة تانية. لما محميين بشكل عام، يعني قلب والرئة محميين جدا جدا. القلب حضرتك طبعا مش هيعجبك الكلام ده، انا عندي قلبين. لا هيعجبني والله، كل كلامك مش هيعجبك. ما اقدرش احب كل كلامك بيعجبني. انت قلت لي ما اقدرش احب اثنين عشان ماليش قلبين. صحيح، هم قلب واحد لكن اثنين حتتين، يمين وشمال. صحيح، اليمين دورة دموية صغيرة صغيرة جدا. القلب اليمين بيدي الدم للرئة، بس حضرتك مسافة سنتيمترات. الشمال بيوزع الدم على الجسم كله. طيب أنا بلد كل مواطن فيها لازم يصلوا مية ونور وأكل وملح. صحيح، وفلفل وعيش، كل الحاجات. أنا كل خلية عندي محتاجة اللي أنا قلته ده. دي وظيفة الشمال، يطلع الدم في شريان الأورطة، يغذي جميع خلايا الجسم. بإيه؟ رقم واحد بالأكسجين، كل العناصر المهمة، بالمية، بالفيتامينات، بالجلوكوز، كل حاجة. طب إزاي ده يتم؟ القلب بيضرب ضربة يروح طالع الدم متوزع على كل حاجة. كبدي راح له دم، كلوتي راح لها دم، عضلاتي راح لها دم، كل حتة. بينما اليمين وظيفته ان يجيب الدم ده يوديه للرئه بقى عشان نشيل الاكسجين. بس تخيل هذه الوظيفه، بس الوظيفه هي كل في كل، سبحان الله، هي الحياه كلها، هي الحياه كلها. فالدم البطين الايمن يخبط يطلع على الرئه، الرئه كلها حاجات حويصلات هوائيه، يمر الدم من حواليها تاخد الاكسجين سبحان الله وتطلع ثاني اكسيد الكربون. كذا خطوة كيماوية، لكن هو ده اللي بيحصل، يبتدي دم. انت بتتكلم حضرتك كل ده بيحصل في ثواني واقل من ثواني. ده ثواني، ده حضرتك مبالغ كتير. يعني الحاجات دي بتحصل طول الوقت. بلاش اقول لك رقم مفزع. طيب ريت. القلب بيدق في اليوم بين 110 و 120 الف دقة في اليوم. طب واحد عاش 80 سنة، لا دخلنا في المليارات. تعرف تعمل الرقم؟ دخلنا في المليارات. 110 في 1000 في اليوم في 80 سنة. ما هو شغال دق طول الوقت. ما بيرتاحش. طب ازاي؟ هو مرحلة كده. هات لي مكنة اتعملت تشتغل الوقت ده. بانتظام. بانتظام. 80 سنة أو 85 مع الافتراء اللي احنا بنعمله، مع كل حاجة، مع طول النهار احنا بنأذيه بشكل أو بآخر، بتوتر وسجاير وأكل زيادة وحاجات كتير. فعشان كده في ناس فاكرة إن أمراض الرئة لوحدها وأمراض القلب لوحدها، لا، دول وان يونت.
يعني ممكن مرض الرئة يؤثر على الجهة اليمنى للقلب من أول البلهارسيا. يعني إيه مرض الرئة يؤثر على؟ برافو يعني برافو، ده سؤال جميل جدا جدا. بقول لك أنت لا ده سؤال يعني عايز أعرف، ده توضيح مش سؤال. حاول لحضرتك دلوقتي، دي حواصلة هوائية، دي اللي بيخش فيها الهواء ويحصل فيها تبادل الغازات. حواليها كلها أوعية دموية، هنقول قطرها قد كده والحويصلة قد كده. هو ايه مشكلة التدخين؟ ايه المشكلة الأساسية فيها؟ تمدد هوائي. يحصل ان الـ 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 الأوعية او الـ الـ البرونكا اللي هي الحويص المجاري الهوائية تضيق، فتدخل الهواء تحبسه جوه. انا هقول لك دلوقتي يا استاذ محمود اعمل حركة وتنفس بعدها، خد نفس غويط. لا مش هعمل كده، انا مش لا انا هعمل خد نفس لا غويط. لا ما تخضنيش، لا بتخض، لا لا هاخد نفس غويط قوي. فانا دلوقتي الرئه مليانه هوا، يلا تنفس بقى. تقول لي ما اعرفش، ما هي مليانه لانها اتملت هوا. ده اللي بيحصل، لازم في تطلع، بيحصل احتباس هوائي. طب الحويصله الهوائيه اللي كانت قد كده وحواليها اوعيه دمويه، لما كبرت ضغطت على الاوعيه الدمويه، نفخت، ضغطت عليها، وبالتالي كميه الدم اللي طالعه لقت مقاومه. انا كنت ماشي في شارع واسع لقيته ضيق، حصل تكدس وراء الضيق. حضرتك مسافر اسكندريه وفي حادثه لا قدر الله في الطريق، تكدس يبقى قبل الحادثه مش بعد الحادثه طبعا. فالبطين الايمن وهو بيطلع الدم في الرئه، الرئه مقفوله كأوعية دموية مش كهواء، فيتعب هو. يبقى كيف تؤثر الرئة على القلب؟ تؤثر على الجهة اليمنى عندما يحصل كذا حاجة. طب دي السجاير مفهوم، ايه تاني كمان؟ بالهرسي. بالهرسي خلاص، دي خلصنا من الحمد لله. تقريبا يعني بالهرسي، في بيض البالهرسي بيطلع في الرئة ويعمل تليف في الأوعية الدموية، يخلي الدم يمشيش بسهولة، والراجل بيتنفس كويس جدا والحويصلات سليمة، لكن الأوعية الدموية مش كويسة، تليف الرئة. وتليف الرئة عندنا كذا نوع، كتير منه نوع أنا نبه الناس كويس جدا له، اللي بيربوا حمام. مين؟ اللي بيربوا حمام خطير جدا جدا. الحمام بيطلع مادة من الريش بتاعه تبوظ الرئة. أنا عندي حالات كثيرة جدا. أنا كنت قريت مرة حاجة على حاجة ست يا ستي كذا، عندك حمام؟ تقول لك عندي حمام. أنا بقول لها اذبحيه تخلصي منه يعني. قالت أنا أذبح عيالي وما أذبحش الحمام. يا خبر أبيض. بتحبه جدا. في ناس عندها وعايشة معايا. دي اسمها غية. غية الحمام. وحاطينها في وسط أربع أدوار وبتاع. ده بكلمه وبيرد عليا. أيوه. اذبحه إزاي يا دكتور؟ صحيح. بس خطر فعلا. بيبوظ الرئة في بعض الناس. يعني صح يلبسوا كمامة. حتى الكمامه مش هتعمل حاجه، مش معقول هيلبس كمامه. مفيش فايده، اصل هو مجرد وجوده خلاص، هي غيه بقى، قلنا غيه والغوي نقبط.